بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. دور الحبيبة، دور التاريخ والنضال، دور الثوار والجبل، دور التي نحبها، دور التي نعشقها، من هذا المكان، من القلب، من قلب القلب، من الأسرى، من الأسرى الذين يقبعون خلف القضبان، من الشهداء مع وقف التنفيذ، نقف هنا إخوتكم قائمة الوحدة والبناء المهنية من على هذا الدوار، لنعلن من هذا المكان، من دوار الأسرى، تقف قائمة الوحدة والبناء المهنية لتعلن لدورة ولأهلها ولجماهيرها بأننا سنكون إن شاء الله، سنكون الخدم، وسنكون الأمناء، وسنكون الأحرار، ولن نخشى في الله لومة لائم. سنكون الكلمة الأمينة إن شاء الله، ولن نخشى مهما كانت الظروف ومهما كانت التعقيدات، لن نخشى أننا سننجح. نعم سننجح إن شاء الله. نحييكم، نحيي بلدتنا، نحيي مدينتنا التي نطمح أن تكون إن شاء الله محافظة، ونقدم لكم شريكي الحبيب. وقبل أن نقدم شريك الحبيب، أعلن عن أسماء القائمة التي تفضل إخوتي بأن كلفوني بأن أصرح بأسمائهم. وأبدأ بالرقم الأول، خالد حسن فقوس الدربيع، المحامي خالد حسن فقوس الدربيع، المهندس إسماعيل حسن العواودي، المهندس خليل محمد خليل الدراويش، الدكتور عيسى أحمد أبو غبوش لحروب، الأستاذة ابتسام أحمد عيسى ناجي عمر أبو راس، المحامي علاء عطية ريان أولاد صالح، المحامية غيداء جمال أبو هليل المسالمي، المهندس مدر محمد يوسف الصويتي، المحامي أحمد توفيق الوحواح. وأترك المجال لأخي وصديقي ورفيقي وشريكي المهندس أبو عاصم ليكمل إن شاء الله ما تحدثنا به. السلام عليكم، مساء الخير للجميع. أود الإشارة بأن ما تفضل به رئيس القائمة الأخ خالد فقوس الدربيع بأن هذه القائمة ستكون خادمة لمدينة دورة، نحو دورة مزدهرة، نعمل على رفع مستوى الخدمة فيها برؤية الفريق الواحد، نحن وكل من عنده الجهوزية من أعضاء المجلس البلدي والمرشحين ونخب المدينة، سنكون معا وبلغة الفريق الواحد، كلنا في إطار الخدمة لهذه المدينة التي نشعر بأن حبنا لها وانتماءنا لها يفرض علينا كأعضاء في قائمة الوحدة والبناء المهنية أن نسخر ونوظف معارفنا ومؤهلاتنا العلمية وخبراتنا
العملية من أجل البناء ومن أجل التطوير ومن أجل الارتقاء بهذه المدينة وخدماتها، متوكلين على الله وآخذين بمبدأ الإنجاز التراكمي، بأننا سنعمل على الإضافة والتطوير لما قدمته المجالس البلدية السابقة مشكورة، وسنكون وإياهم وكل من يريد ولديه الإمكانية والقدرة والرغبة والرؤية على أن نكون في صف واحد لخدمة مدينتنا، سنحرص على هذه الروح وعلى مبدأ الإنجاز التراكمي. فالخدمة تراكمية بدأها المجلس الأول ولن تنتهي باستمرار المجالس المتعاقبة، سنكون خدما لمدينتنا وأهلها، ونأمل من الجميع أن نكون جميعا في صف واحد. الآن يعني حتى أكون صادق، أنا أمنيتي على المستوى الشخصي من هذا اللحظة اللي سمي فيها الانقسام أو الانقلاب أو الحسم، سميه ما تشاء، من ذاك اليوم حتى هذا اليوم، وأنا حلمي على المستوى الشخصي إنه إحنا كل مقومات الوحدة الميدانية موجودة، لكن للأسف الشديد الوحدة السياسية فوق، مين اللي بدوش إياها الله أعلم. أنا بقول كالتالي، ونيابة عن إخواني، وهذا التعدد هدفه الأساسي، نعم هو مهني صحيح لخدمة البلد صحيح، ولكن له مدلولات يجب أن تكون وطنية، ويجب أن تسمع هذه المدلولات من هنا حتى آخر مكان بهم الشعب الفلسطيني، يجب أن تسمع، ويجب أن يؤخذ فيها على قاعدة إنه هذا الشارع، وإحنا بكرة نازلين للشارع، والشارع من يحدد إنه إحنا على صواب أو إحنا على خطأ. تفضل. وتركزون على المهنية في حديثكم. نعم. هل هنالك مغزى عندما وظفتم هذا المصطلح في اسم القائمة؟ صحيح. المجلس البلدي والهيئات المحلية هي مؤسسات خدماتية في الدرجة الأولى، ويجب أن لا تكون العناوين السياسية متقدمة على تقديم الخدمة للجمهور. وإحنا الآن أعضاء القائمة أخذنا على عاتقنا بأنه أن تكون الخدمة لجماهير مدينتنا وبالتساوي وبالنزاهة، وكلهم أمام الأنظمة والقوانين سواء، سنعمل على خدمتهم، ونرى أن الجمهور في هذه المرحلة ليس لديه الجهوزية أو الاستعداد لأن يستمع كثيرا عن خطب وعن شعارات وعن وعودات بمقدار ما هو معني، أن يلمس على الأرض أن مستوى الخدمة قد ارتفع وقد تطورت الخدمة، ومعاناة المواطنين في المدينة قد بدأت في الانخفاض والانحسار، وهذه مهمتنا وسنعمل على ذلك. وأعتقد أن من أقدس المهام هي خدمة الجمهور وتقديم مستوى أعلى من التطوير لهذه المدينة. المشاركة النسوية أمر مهم، أعتقد للأستاذة ابتسام عمر، حمزة اليوم المرأة تشارك ليس فقط في المجلس البلدي، لكن يعني توظيف أو وجود المرأة في هذه القائمة مهم، أهمية وجود المرأة، ما الذي يعني ستمرون عليه خلال وجودكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المرشحة ابتسام أحمد عيسى عمر، إيمانا منا بضرورة المشاركة
في خدمة مكونات بلدتنا دورة بكل أطيافها وبكل مكوناتها. ترشحت في قائمة الوحدة والبناء الوطنية، آملين من الله أن نكون الوحدة والبناء المهنية، آملين من الله أن نكون جزءا من وحدة شعبنا الجريح. أما بالنسبة لمشاركة المرأة فهذا لأننا نؤمن في قائمة الوحدة والبناء المهنية بأن المرأة هي شريك حقيقي وفاعل ولها دور في التطوير والنهضة بما تمتلكه من خبرات ومؤهلات. حياك الله. أعطيكم العافية. يعطيكم العافية.